فشل جديد يحمل أزمة مضاعفة منيت به الحكومة البريطانية بعد رفض المعلمين العرض الذي تقدمت به الحكومة والهادف لإنهاء الإضراب في قطاع التعليم. حكومة سوناك عرضت على المعلمين تقديم دفعات واحدة بقيمة 1000 جنيه استرليني مع زيادة في الأجور بنسبة 4.3% اعتباراً من سبتمبر المقبل، لكن معهد الدراسات المالية قال إنه رغم هذا العرض فإن رواتب المعلمين ستظل أقل بنسبة 13% مما كانت عليه في عام 2010. ويطالب المعلمون الذين يخوضون إضراباً مع قطاعات أخرى منها النقل والصحة بزيادة في الأجور بمستويات تتناسب مع معدلات التضخم التي تتجاوز 10%، لكن الحكومة ترفض هذه المطالب. ومع استمرار التعثر في المفاوضات فإن قطاع التعليم في إنجلترا مقبل على المزيد من الإضرابات، حيث يزداد الوضع سوءاً في ظل فترات الامتحانات للصفوف المنتهية. بوجه عام أعتقد أن الممرضين والمدرسين لا يحصلون على الأجور المناسبة في بريطانيا، وأنا أتفهم تماماً ما يشعرون به من إحباط. وانتقدت نقابات المعلمين طريقة تعاطي الحكومة البريطانية مع هذه الإضرابات، واعتبرت أن الحكومة البريطانية تعتقد أن المدرسين في إنجلترا أقل قيمة من المعلمين في ويلز أو اسكتلندا. أعتقد أن هناك الكثير من أوجه القصور. أنا لدي طفلين صغيرين وأرى أن هناك تراجع ملحوظ في مستوى المدارس. هناك قصور في استخدام تكنولوجيا المعلومات، فأصبح لابد من بدء عملية التطوير وزيادة المرتبات لصالح أطفالنا. حق المدرسين رفض هذا الأمر، حيث أن تكلفة المعيشة تزداد بشكل كبير، واستمرت هذه الزيادات على مدار العام الماضي، وفي المقابل لا تزداد مرتبات المدرسين ولكن تزداد أعباء العمل، والحكومة لا تلقي بالا لهذا الأمر للأسف. أطالب بإعطاء الحق للمدرسين. جاء ذلك بعد أن حصلت نقابات في ويلز واسكتلندا الشهر الماضي زيادة في الأجور تزيد قيمتها عن 14% لمعظم المعلمين. وتقول النقابات العملية في بريطانيا أن الكثير من أعضائها أصبحوا يلجؤون لبنوك الطعام للحصول على المساعدات الغذائية، وذلك بسبب أزمة تكلفة المعيشة والتي تحاصر المواطن البريطاني. من العاصمة البريطانية لندن، هنا القاهرة الإخبارية.